فكرة إن المواطن كان عنده الوعي الوطنية لتقبل العديد من القرارات الاقتصادية وبرنامج الصح الاقتصادي، كان ليه تكلفة تحملها. ده أكيد دور مهم جدا المواطن قام بيه في الفترة اللي فاتت، ويتوجب فعلا شكره على ذلك، لأن احنا كنا بنشوف حتى التجارب بالنسبة لبعض الدول كان دايما بيبقى فيه رفض من جانب شعوبها للإصلاحات. يعني خلينا نقول على سبيل المثال وليس الحصر، احنا شفنا فرنسا وهي دولة متقدمة ودولة غنية لما أخذت قرار برفع أو زيادة الضرائب على المحروقات، ازاي نواجهها بعد كده اضطرابات سياسية وثورات وخلافه من هذه الأمور. وبالتالي وعي ووطنية المواطن المصري اللي ساعدت الحكومة وساعدت الدولة بشكل عام إن هي تاخد الإجراءات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، اللي قدرنا بعد كده نتيجة الإصلاحات الاقتصادية ديت إن احنا نواجه صدمة بحجم كورونا اللي أثرت على الاقتصاد العالمي وحققت له خسائر كبيرة جدا، واحنا جزء من هذا العالم تأثرنا برضو بيها وأثرت على كتير من مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد المصري، أبرزها طبعا قطاع السياحة، قطاع الطيران.